بيقطع الناس وبيقولوا صاروا شهداء. اسانيهم مكتوب بنور وعمر لبلاد مهدور وموطن شو موطن غنوا له فرح الام بكلمة زور وبعدها مش فهماني بعدها ميز دخلك يا خالقنا بين الظالم والمظلوم بين اللي بايده بيخلقنا وبين اللي بيمسح النور خلقنا حتى نعيش العمر ويطلع من عينينا فجر يضوي الدنيا بليل الغدر ويرجع من مقبرته يقول كسبن اكتر ما بتتصور بتشوفوا عشفاف اصفر يابس مثل اللعنة وناطر دينين بخمرات وتسكر كسبن من اولته تاجر صفقاته مش ممكن تخسر معمرشي وبيوته مقادر عم ندفع له حقه وهيك مش ما جبنا عم تتعمر مش ممكن مش ممكن نترك حاضرنا ومستقبلنا يضيع صويتي وهاللي طلعوا من اخوة صرنا نقدمهم للموت هدية لزعاماتهم حتى تقوى لسياساتهم هالمشوية لسناتهم هاللي بتقوى اموال شوارع وصبايا واسلام خصي صبحي تأخرنا حتى نتعلم كيف نقاوم طبعا اشرم كيف نخلي الكلمة السوداء تتمحى والليل معتم وكل ما طلبوا نقدم شهداء عنهم عن جاهم المعصم نوقف وجوهن نتحدى وبايدينا سيف مسمم حتى الرحمة الرحمة نقدى نقدى ونحنا عم نقول مش ممكن يا الله نرحم مش عم يرحمونا مش عم يرحمونا ما بدنا نستشهد بدنا نموت الموت اللي بتختاره وحدك انت اللي بتساعدنا نقضي عازمنا في الدارة كل ما قربنا بتبعدنا وبتنسينا جهنم نارة هيدي شو هيدي سيدنا سمرة وعم تتباهى بعارة فتحت مصرفها بمعبدنا وبموطنا بيت دعارة الموت اللي بتتسمى هي اللي بأمرك بتصير كل ما التاريخ بينشأ منلاقي بقلبه حزازير حكام بطول الحكام وقصور بتعلو في أسنان ونظام بيقوى عنظام وأزياد بتشبع تبخير واللي تطوع حتى يحمي بلاده من المستعمر صار غنية منسية وكلمة مسامع فيها تذكار أما الأعداء الجاري حاري صفوا ببلاده حكام والناس القدام ساكت دمه تيحقق أحلامهم صفوا للأعداء خدام مش كل شهادة بتتسمى شهادة ولازم لها تقديس مثل الام الماتت لما حدت عيلتها تلبيس مثل العطيو الدنيا نور ومحيو كلمتهم تيجور ومثل اللي انصبوا بالزور تينفس احكام ابليس عم نروح وكل شي باقي البيت الارض الكل سواقي وحدود انرسمت على الورقة تفصل عالم من لاقي مع بعضه الدنيا رح تبقى الطعم خلاقي بخلاقي مهما بحاجة
عندنا منبقى اخوة بسرتنا بسري معروفة. شو بينفعني عوز القوة مع اخوة كانت بصفوفي ولحدن صالحها وتصاري ايامة تسابق ايامي نسيتها نسيتني واحتاري فينا الحيرة وسفى الدهر يصورها قاعدة قدامي مش رح اقتل خيي بايدي واحمل عكتافي دماته بدي انشر فكرة جديدة يلي بيستشهد يا ربي الدنيا من اولتها كسبي بيروح دعانا حياته.